حبايبي السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله في بيت الحنة والعطارة. تجيني برضو ان كذلك اسئلة كثيرة عن الزيوت، وش افضل انواع الزيوت للشعر، وش الزيت اللي ممكن نستخدمه يطول يكثف، ممكن وش الزيت اللي نقدر نستخدمه مع الحنة. طبعا انا طلعت لكم هذه الزيوت، وهذه انا اضمن لكم اياها، اذا استمريتوا عليها راح تلقون نتيجة ممتازة، شرط انك تستمرون عليها وتستخدمون معها الحنة. هذا اول زيت، زيت الشومطري من افضل الزيوت، يستخدم لحاله، ممتاز جدا 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 للشعر خاصة للتكثيف. عندكم زيت النرجين القديم الماليزي، طبعا هذا الاصلي منه الماليزي، هذا تقدرون تخلطونه مع الحنة، تقدرون تستخدمونه لحاله. عندكم الباراشوت الهندي، تأكدوا انه هندي ممتاز، هذا تقدروا تستخدموه مع الحنة، تقدروا تستخدموه لحاله. زيت الثلاث خمسات، تأكدوا انه البحريني ثلاث خمسات، هذا من افضل الزيوت، من افضل الزيوت قديما، طبعا معروف من قديم. عندنا كذلك زيت اكليل الجبل، هذا زيت اكليل الجبل لا غنى عنه، تقدر تستخدميه مع الحنة وتقدر تستخدميه لحاله، طبعا لازم يخفف، لازم تخففينه، اذا كان ثقيل سك مثل هذا لازم يتخفف بزيت السمسم يتخفف. كذلك عندنا زيت القطران، زيت القطران نقدر نستخدمه مع الحنة، كذلك زيت القطران لازم يتخفف مع زيت السمسم، تقدر تستخدميه لحاله وتقدر تستخدميه مع الحنة، ومن افضل الزيوت، تعتبر امن امن باذن الله عز وجل زيت القطران، وجميع هذه الزيوت اللي انا ذكرتها امنه.